نستهلها بالخبر يا دولي، حيث بدأت اليوم في اليمن عملية تبادل مئات السجناء بين طرفي نزاع تشمل أسرى سعوديين. عملية التبادل التي ستستمر لثلاثة أيام هي بارقة أمل للدفع بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حلول لهذا النزاع. وتعد هذه هي ثاني أكبر عملية تبادل للأسرى والمحتجزين بين التحالف الحكومي وجماعة الحوثيين منذ بدء الصراع سنة 2015 بعد صفقة إطلاق سراح نحو 1000 أسير من الطرفين في سنة 2020. وكان طرفا نزاع قد توصل العام الماضي إلى هدنة في 2 أبريل بوساطة من الأمم المتحدة انتهت في أكتوبر الماضي.